Bonjour, Baba. Bonjour. شوما يعني لابسة تيابك؟ ايه بابا رايحة على العيادة. عيادة؟ اليوم الأحد. للدكاترة بيجوا اليوم؟ لا بس عطيني شغل بأرضية الأسبوع ما بقدر أعمله. قلت اليوم بعمله عروة. ايه بس أنا حابب أتغدى معكم اليوم. بابا شوف إخواتي بركي بقيين بالبيت. ليه؟ ما أنت بنتي المفضلة. أنت فرحتي الأولى. عن جد سوري بابا مش قدراني. بس إنه باي بابا. طب بونجور. بونجور حبيبتي. كيفك اليوم؟ على فكرة محضر مشروع فظيع، حنقضي نهار أحد غير شكل. اليوم شو نسيت يا بابا؟ ما قلت لك أنا رايح عند التيتا. تيتا؟ تيتا اليوم. إيه بس أنا حابب أقعد معك. حبيبي عن جد سوري بس تيتا حكيتنا من أول أسبوع، بتعرف يعني ما فينا نزعله. بتعرفي ما بدي إخواتك يسمعوا. بس بتعرفي إنه أنت بنتي المفضلة، أنت آخر العنقود. باي بابا باي. بس باي. شو بابا؟ وفول ميك اب كمان. ايه ما جاي ري خدني. ري جاي اليوم. ايه ما اليوم غدا عند اهله. بس انا حابب اتغدى مع بنتي المفضله. مالي يا بابا خلص الاحد الجاي على الاكيد. طب تاخرت لازم في الباي. انا قلت انه ليليان نو واي تترك بيا يتغدى لوحده. ايه لا بس تذكرت انه الخدمة الجديدة جاية، حبيت انك احسن ما تفاجئ. خدمة؟ خدمة جديدة؟ ايه بس انا شو بعرفني بالقصص؟ بابا هي بتعرف شغلة انت ما تعمل شيء. بس انه هي قطة وصلت. فام دو ميناج. طيب بما انه جيتي قبل ما نفل خليني افرجيكي على البيت وشو بدك تعملي. بابا ليه هلا انت بدها تعيد القصه؟ خلص هلا نحن قصدي هي بتدبر حالها. بعدين انت ما عندك شغل؟ لازم تروحي على شغلك هلا فجاه بيخلص النهار. يلا على الشغل بابا على الشغل بسرعه. لشو بسرعه بسرعه. انت شو عم تعملي هون بعدك؟ مش على اساس تيتا ناطرتك؟ لا عندي وقت بسيط. انا عندي نهار كله بيمشي الحال. بابي هيدي التيتا بتكون كثير مشتاقة لك هلا. وهلا اذا بتعجلي شوي ممكن توصلك اختك. يلا على السريع على السريع. شو انت مبين بعدك هون؟ ايه ناطرة ري. معقولة انت؟ شو؟ في احلى من السوربريز بين الخاطبين؟ في احلى ما يفتح الباب ويتصبح بهالوجه الحلو؟ سلميلي على عمك بابا. سلميلي على عمك. منيح اللي تلفنتيلي لاجي اجيبك من عند التيتا. هلكت اليوم. دخليك؟ هالبيت بعده مثل ما هو؟ يعني هالخادمة الجديدة ما عم بتشي اليوم؟ قوليك البابا ظهر؟ بابا! نعم في الأوضة عم بقرا. أهلين شو بكير؟ بابا؟ شو بك؟ بدك نروح على المستشفى أنا؟ لا شو المستشفى؟ ماشي مهم ضربة بسيطة. ضربة؟ مين ضربك؟ ها؟ الخادمة الجديدة. شو؟ ايه مجنونة طلعت. مجنونة؟ كيف يعني؟ ما بعرف شو بعرفني انا ما انتو فليتوا من هون. ايه بتكون حرام يعني انه مستغربة اول مرة بتفوت على البيت. قلت بساعدها. اول ما حطيت ايدي عليها. شو؟ قصدي اول ما حطيت ايدي معها بالشغل. ويا ليليانا انتفضت فرد نفضة. شو بك؟ شو مفكرني انه شايفني حلوة وسكسي معهم وبلا تياب. شو؟ بلا تياب خدم. انه شايفني بلا تياب خدم يعني ما بعرف اشتغل وهيك وصارت تلف وتدور هيك وراحت سفقتني.
ايه سوفاج شفتي؟ انتو كيف كان نهاركم منيح؟ بكير ما بدي اطلع لساهن على الشغل. ركزي معنا شوي. شو قصتك؟ مش شايفه بيك القصه منا بسيطه مثل ما انها مبينه. انا كمان هيك فكره، بس شو بدنا نعمل؟ انا قلت له مشي على المستشفى تكشف على عينك. ما كان ما عم بحكي عن عينه هلا. فهمت. ايه بصراحه انا من زمان حابه اقول له عن منخاره، بصراحه بده تزبيطي، بس ما انت بتعرفي الرجال كيف بيفكروا، ما بيحبوا هالاشياء. احنا شو ارتاحي، خليني انا خبرك. اوكي البابا لازم يتزوج. شو؟ صراحة؟ معها حق. لكن شو عم تحكوا انتو؟ يعني انت مش عارفة انه الخيط مدربته للبابا لانه تحركش فيها. كيف؟ كيف بكون عين تحكوا هيك عن بابا؟ ما تتسطلني، لازم نعترف باللي صار. ماشي واضح. مشان هيك عم تقولوا انه بابا لازم يتزوج؟ لو كان بده يتزوج كان يتزوج من زمان. اللي هو الماما تركين بعضه من زمان. هلا ليش ما تزوج من زمان؟ ما دخلنا مسؤوليتنا هلا انه نحن زوجه. ايه نفتح له الطريق، بارك البابا ما تزوج لهلا كرمالنا، بارك البابا مفكر انه نحن مش موافقين. مش بس نقول له نحن موافقين، اذا هيك بعد بتاخذ لها شي سنتين تانيين. لكن شو؟ بشو عم تفكر؟ نحن نفتش له عروس. هاي باين عليا ست حلوة مرتبة. هات لنا كيا. نو 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 نو، على القليلة في شي تخاكوش بوتوكس تحت وجهها. هاي لا، صدرها كتير كبير اصلا مش طبيعي. شو بدك تشو للبابا؟ هاي مش انا بعرف كيف شكلها اصلا. هاي ما كل ما بتجي ما بعرفها من قد ما عاملة عملية تجميل. يعني وين عم بيلاقوا هالعرسان هول؟ تزوجت. مرحبا. اهلا. شوفي فيني شوف الحكيم؟ ايه خليك قاعده. بونجور. خير؟ بدي شوف الدكتور. لا والله انا كنت مفكره بيجوا بيرقصوا عندي. عادي هون. مش بقصدي. لا قصدي. شو رايك تقصدي؟ ما نام قد ما هو مبسوط، بس فكر انه جاي لعندك. هاي هاي طنكيليون. ليك بتروح بتقعد هونيك على الكرسي، اذا بشوفك تهلفصت قوم اطلعي السوق. روحي كل الاسواق يا حبيبي. اهلين. تفضلي. اهلين. اهلين. الو. ايه روبا يا عمي اشتقت لك كثير. ايه عملت هالاكل اللي علمتيني اياها لك كثير طيبه بتشهي. ايه ايه وشو عامله انت؟ سوري. عادي محلك ما تحس. ايه ربا ليكي شو عامله اليوم؟ شو رايك تيجي تسهري عندي؟ لا عندي بالبيت بصراحه. شايفت لك عريس؟ ايه ايه لا 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 هيدا الحكي ما بينحكى على التليفون. خلص ناطرتك الليلة من كل بد. ليكي زبطي لي حالك شوي. اوكي لا دلك على العنوان. الو وصلت؟ ايه خليها تفوت خليها تفوت. يلا كيف نسيتني نات انا. بونجور لو غاز سافا نينات شيري. هاي سافا. معقول؟ نو 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 هالمرة أكيد رح أزعل منك إذا ما رح تخبريني شو عم تعملي تتحلي هالقد. شيغي نوغا قد قد شيغي بدنا نحكي. خير؟ عريس. عريس؟ لمين العريس؟ أنت جايك عريس؟
أنا ما أنا خاطبة. مزبوط. لكن عارس لإلك موا نو 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 أنا ما مفكرة أتزوج شريك. وشو مواصفاته هالعريس؟ شاب حلو شيري. أنا ما بيهمني الشكل ولو شيري. شو أنا ما بعرف. وقدي حلو يعني؟ كتير وأنيق بريزنتابل. أهم شي يكون سختاب. ولو شيري. شو معقولة نحكي كان رجل مش خارج الظهري معي؟ شيري أنا ما بتهمني المظاهر. ولو شو أنا ما بعرف. وشو بعمل؟ مدير بان. شيري انه مش مزبطة حالي. ما بقدر اشوفه هلا. لا 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 اكيد مش هلا شيري. شو رايك اذا بتجي لعندي الليله عشيه اليوم؟ انه ما بقدر. وشو صاير؟ شو حيهرب العريس؟ جان كلود شيري مشوار الطريق وبكون عندك. عندي انشوف يلا عم نحكي عن ميك اب شعر مانيكير بيديكير. كون جاهز اوكي. باي. لحظه شيري. الو ماما. نو 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 مش جاي. ماما ما رح فينا نروح عند الدكتور اليوم. حطي لك حبتين ضغط هلا. باي باي ماما. مدام. تفضلي نينا. شو في؟ ما في شيء. كيف ما في شيء؟ بصراحة مدام عندي هيك بروبلم صغير وحب استشيرك فيه. طبعا نينا انا بيهمني كتير اعرف مشاكل تلاميذنا وبدي شيء اثر على دراستك. شو عندك؟ ما تقولي لي خايفة من امتحانات البكالوريا هالسنة. اللي مثلك ما لازم يخافوا. انت شاطرة. لا انه هي بصراحة انه مش مشكلة دراسية يعني، بس هيك حاسة بالوحدة. حاسة انه في شي ناقصني. مثل شو يعني؟ مثل ما بتعرفي انت انه الماما والبابا. ايه هيك ما اختلفنا. اسمعيني نينا، انت بنت ذكية وبتعرفي انه امك وبيك لأول ولآخر اثنين بينفصلوا. ايه بس انه انا واخواتي شو ذنبنا يعني؟ نحن قررنا نعيش حياة طبيعية. حياة طبيعية؟ كيف يعني؟ قررنا نزوجه للبابا. تزوجو؟ ايه ما انت مثل ما بتعرف انه البابا شب حليوة ومهضوم واخلاقه عيلة يعني مش صعب نلاقي. ايه هيك ما اختلفنا. وفي بدالكن حدا؟ انه يعني وحدة مثقفة اكاديمية معلمة تماما مثلك يعني، وتكون مرتبة وبريزنتابل وانيقة تماما مثلك يعني. وتكون حدنا وتسندنا وتسمع لنا لمشاكلنا تماما مثلك يعني. بتعرفي شي حدا بهالمواصفات؟ قبل ما انسى، اذا عملتيلك شي طبخه طيبه هيك ما تنسي تجيبيلك شي جاد. بتعرفي المطعم شو بيقول؟ طريق المعده. لك بتبيض الوجه يا ربا. يلا باي باي. شو؟ طبعا طريق المعدة طيبة. مش معقول كيف ساعة بتشوفي هالصدفة. ما عندي شي يوم. فإذا ليلة عشية شيري. باي. شيري لأنه هي لكن بالسهرة حبيبتي. طمني يا بنتي. ياي قديش صار لي ما سمعت هيدي الكلمة. لكن بشوفك اليوم مدام. قصدي ماما. مطر حدا؟ أنا عزبت أجل لعنا. جايين وما بنحطهم. شو رايكم اذا بنعزمهم هيك يقضوا نهار عنا وبنختبرهم كل وحده على طبيعتها؟ واللي بنختاره بنعطيه عروس للبابا. شو يا شو حلو يعني مثل السينما. شو فكره كثير حلوه. لكن في عندي امل. حبيبتي الرجال بس يشم ريحه الاكل ما بيعود شايف شيء ثاني قدامه. محسومه مبروكه.